حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة وفاء الهاجري، رئيس تحليل المعلومات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بعد التحية أستاذة وفاء، طبعا نتحدث في البداية عن أبرز ما يميز هذه الخدمة التي طبعا تعنى بكل ما يخص الدعوة التجارية. مرحبا أختي سهير. في البداية حابة أشكركم على استضافتكم وتسليط الضوء على هالموضوع اللي يركز على مسيرة التحول الإلكتروني في قطاع العدالة. طبعا وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والشريك الاستراتيجي لنا اللي هما هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، الحمد لله تم اليوم إطلاق خدمة رفع الدعاوى التجارية إلكترونيا، وبتكون مخصصة للدعاوى أول درجة، وذلك استمرار في تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني. يعتبر تدشين النظام الإلكتروني لهذه الخدمة تطوير جوهري نوعي. ليش؟ لأن هذه الخدمة بتتيح المجال لرفع جميع الدعاوى التجارية في أول درجة، معناته أن بتستغني عن التعامل الورقي. الجميل في الموضوع أيضا نفسه أن هاي النظام الإلكتروني المتقدم بيوفر خدمات متكاملة حق المحاكم التجارية، ابتداء من رفع الدعاوى، تسديد رسومها إلكترونية، ارسال الاعلانات القضائيه، ايضا امكانيه تقديم كافه المذكرات والطلبات من قبل الاطراف، وصولا الى اهم مرحله اللي هي مرحله اصدار الاحكام. معناتها ان احنا نقدر نحقق منظومه الكترونيه متكامله لجميع مراحل الدعوه. نعم استاذه وفاء، يعني هذه الخطوه طبعا التي تم تدشينها اليوم، كيف يمكن أن تسهم في تطوير العمل القضائي والعدلي في البحرين، وإلى مدى سوف تكون متاحة للجمهور أو الطالب لها؟ بالتأكيد أختي، أساساً هذه الخدمة بتساعد في تطوير المنظومة العدلية والجهاز المعاون للقضاء، وبتساهم أولاً في زيادة سرعة الإنجاز، وثانياً في رفع كفاءة الأداء في المحاكم، وبالتالي بنوصل إلى تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة لمملكة البحرين. طبعا مثل ما تفضلتي، الخدمة بتكون متاحة لكل شخص يريد أن يرفع دعوة قضائية في أول درجة، ابتداء من تسجيل الدعوة وصولا إلى إصدار الحكم. طبعا هذا كله بيكون تحت منظومة قضائية إلكترونية متكاملة بإذن الله. نعم أستاذة وفاء الهاجري، رئيس تحليل المعلومات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.